صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خطيب جمعة يقرأ في صلاة الجمعة دائما بسورتي الأعلى والغاشية، فهل فعله هذا صحيح أم الأفضل أن ينوع في القراءة لأجل أن لا يعتقد الناس أنها واجبة؟ نعم، قراءة الأعلى والغاشية سنة في الجمعة، لكن لا يداوم على ذلك لئلا يظن الناس أن هذا واجب، لا يتركها أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقرأ بالجمعة والمنافقون، وتارة يقرأ بسبح والغاشية. نعم، ينوع عليه الصلاة والسلام. نعم.